السلام عليكم. بالنسبة للناس اللي مازال ما تسجلوش في أمو التضامن، اللي ما توصلوش بالكود ديال لاسينيسيس، يمكن لكم توجهوا لهذا الموقع هذا www.mysynesis.ma. من بعد غادي تهبطوا لتحت. انا شخص مستفيد من امول تضامن اريد الحصول على رقم تسجيل. ادخل هنا عندي رقم البطاقة الوطنية، هنا غدير تاريخ نهاية صلاحية البطاقة الوطنية، هنا غدير تاريخ الازدياد، هنا غادي تدخل الرقم ديال التليفون ديالك اللي بغيت باش يصيفطولك فيه رقم التسجيل ديال أمو التضامن. كتعاود تأكد الرقم ديالك هنايا، هنا كتدخل الايميل، كتعاود دير التأكيد ديال الايميل البريد الالكتروني، تدخل الحروف والاشكال الضعيفة في الصورة، الحروف في الصورة كتدخلهم، من بعد كدير التأكيد. ملي كتدخل الحروف صحيحة كدير التأكيد وكتوصل بالرقم ديال التسجيل ديال الأمو ديالك، الرقم ما توصلتيش به أو لا كتجيك أدريس هذا قد تم في طلبك ونسبة التالي أنت غير مسجل في خط أمو التضامن. ممكن تمنى وشرح يعجبكم والسلام عليكم.